برضو وبعد كده هنمسك الشروط يا باشمهندس، ايه الشروط اللي حضراتكم حاطينها؟ احنا اخر اعلان اسكان اجتماعي كنا واقفين عند 5700 جنيه للاسره كدخل، دفع في الدخل للاسره الزوج والزوجه، ولو حد اعزب 4200 جنيه. يعني لازم اثبت ان دخلي 4200 لو انا مش متجوز، 5700 لو انا متجوز. ده اكيد. ده تمام. طب يعني افرضي انا شغال في شركه بعقد مؤقت، بشتغل في مطعم، بشتغل لا مفيش مشاكل، كل ده بنقبله. طبعا في بدايات البرنامج الدنيا كانت اصعب، البنوك كانت يعني لسه بتشتغل في الموضوع ده لاول مره، عندها تخوفات، العملاء يعني ما قبل كده ما اشتغلتش مع بنوك، يعني يمكن 65 70% من العملاء صح اللي سلمناهم شقق وخدوا قروض كانوا عمرهم في حياتهم. كويس ان انتوا قاريين الواقع بصراحه، يعني انتوا قاريين قاريين الواقع بتاعنا. عارفين الاول وعارفين ان الموضوع صعب، وفي الاول ابتدى صعب والثقافه كانت صعبه والناس عبال ما اتعلمت ايه الورق المطلوب وايه اللي بنجهز المستهلكات ازاي، اخذت مننا طبعا مشقه. احنا انا كنت بسلم 200 شقه في الشهر سنه 2014، النهارده احنا بسلم 10000 كل شهر. 10000 شقه بتسلميهم كل شهر؟ بالظبط. والله ده انجاز تاريخي. طيب هثبت لك ان دخلي 4200، اعمل ايه تاني؟ مش هيبقى مطلوب حاجه غير كده، احنا بقى بنتكفل بمساله ان احنا نستعلم ان الدخل ده مظبوط، ما فيش دخل اخر، ما فيش امتلاك شقه قبل كده، ما استفدتش من برنامج حكومي. لا يعني لازم، يعني لو انا وارث عن ابويا حته ارض او شقه تانية ما استحقش؟ لا، عند حضرتك شقه ملكي يبقى في واحد تاني اولى منك يعني. صح، فبالتالي لازم يكون ما عنديش شقه ملك. بالظبط. دي حاجه طبعا يعني الاستعلام الميداني بيتاكد منها. طيب وبقدم لحضرتك الاوراق دي وبعد كده بعمل ايه؟ ما حضرتك احنا بعد ما بنعمل الاستعلام ويطلع حضرتك منطبق عليك الشروط بنحولك لبنك، البنك بقى بيعمل معاك اجراءات التمويل، هتمضي العقد، هتعمل له توكيل برهن الشقه، رهن عقاري زي اللي موجود في الدنيا كلها. لا نيجي بقى في الفلوس. 225000 بدفعهم ازاي؟ حضرتك بتدفع، احنا قلنا بتدفع 14000 مثلا في الاول، الشقه كانت مش مبنيه، فالعميل دفع 14000 كل 3 شهور بيدفع 2000، ده في مده الثلاث سنين. لا معلش يا فندم، الشقه ما جاهزه. هناخد مثالين، نمره واحد الشقه اللي مش مبنيه المقدم بتاعها 14000، المقدم ده نفسه بقسطه. لا حضرتك هتدفع 14 الاول وبعدين هتدفع 2000 كل 3 شهور. ال 14 دول مره واحده. بالظبط. 14 عند التعاقد مثلا. لا عند الحجز. عند الحجز. وبعد كده 2000 كل قد ايه؟ كل 3 شهور. وبعدين؟ وبعدين الشقه بتكون جاهزه بعد 3 سنين، حضرتك هتعمل عقد التمويل العقاري مع البنك، هتدفع بقى على حسب دخلك 700 جنيه 800 جنيه قد مده بقى التمويل اللي هتاخدها يعني. 700 جنيه 800 جنيه في الشهر؟ ما فيش حد زاد عن 1200 يعني لحد دلوقتي كقسط يعني. ده كاني مأجر شقه يعني، موضوع كويس قوي والله. بالظبط. يعني ما هو عشان كده احنا لما بعرض شقه بيجي لي عليها 5 متقدمين يعني. الشقه الواحده بيجي لك عليها 5 متقدمين؟ على الاقل يعني. طب بس بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه كده يبقى الكلام هيتحقق ان كل اللي عايش شقه هيلاقي. بالظبط كده يا فندم. ان شاء الله احنا كل سنه بنطرح مثلا من 100 ل 120 الف وحده سكنيه، بيقدم عليهم زي ما قلت لحضرتك ممكن عدد كبير، لكن بيبقى في ناس ما تنطبقش عليها الشروط، في ناس بتطلع عندها شقق، في ناس اخذت شقق مدعومه قبل كده من الدوله. طب عندك قائمه انتظار يعني موجوده ولا كل ما بتطرح بتلاقي اسماء؟ احنا حتى الان احنا يعني لبينا اغلب الطلبات، في اللي واقف في طابور الانتظار هو اللي بيتبني له شقه حاليا يعني. اللي هو دفع ال 14000 و2000 كل شهر. بالظبط كده. في بعض الاماكن الناس بتقدم فيها بزياده او يكون مش متاح عندي اراضي، ففي الحاله دي انا بقول له انا مش هقدر اوفر لك في المدينه دي، فحضرتك عندك اختيار، يا تحب مثلا انقلك مدينه اخرى مجاوره، او تنتظر لما ابني لك شقه وتستلمها بقى بعد المده 3 سنين او كده، او لو عايز تسحب فلوسك وتقدم بقى في اعلان اخر يعني.